مدينة كرابي هي مدينة صغيرة بتقع على الساحل الغربي لجنوب تايلاند. تتمتع مدينة كرابي بتاريخ غني بيعود إلى أكثر من 5000 عام. كانت كرابي في يوم من الأيام مركز تجاري للتجار العرب والصينيين والهنود. خلال القرن التاسع عشر كانت كرابي مركز مهم لتعدين القصدير والمعادن الأخرى، وهذا جلب ثروة كبيرة لتنمية المدينة. اليوم كرابي تعد وجهة سياحية شهيرة جداً، وبتشتهر بجمالها الطبيعي المذهل وتراثها الثقافي الغني، وفينك تستكشف بعض المعابد القديمة، وفينك تاخذ قارب ايضا لتزور الجزر المجاورة مثل كوبي بي وريلي بيتش. لساتنا بتايلاند عم نستمتع بهذا المكان الجميل، هي البلد الرائعة. صراحة ما كنت متوقع انها بهي الجمال. اجمل الشواطئ اللي شفتها لحد الان في تايلاند. انا زرت كتير شواطئ هون، ولكن الشاطئ اللي انا فيه حاليا هو واحد من اجملها. خليني هيك اورجيكم المكان شوي. نوعية الجبل او الصخر مختلفة تماما عن اماكن اخرى زرتها من قبل. طفاء المي عجيب، وميزة هذا الشاطئ انه الموج مو كتير، فالسباحة فيه اسهل. اخذنا القارب من المنطقة اللي قاعدين فيها بكرابي اسمها او نانك. القارب كلف على الشخص 200 باط روحة رجعة. المنظر خرافي مع القوارب، خصوصا قوارب بيعطوا هيك فايب مختلف. اجمل شيء هون انه وين ما رحت تقريبا فينك تاخذ لك جوزة هند باردة وتشرب المي تبعها، بعدين تاكلها اذا بدك طبعا. خلصنا السباحة ورحنا هيك شوي لقلب الجزيرة. جزيرة كبيرة جدا، نستكشف يعني تحس عالم تاني. أصوات طبعا ما بعرف سمعين، أصوات الحشرات والحيوانات عجيب. شو الأشجار كيف هيك متشابكة، أو الأغصان مربوطة بالأرض طالع لفوق بهالطريقة. طبيعة جدا مختلفة عن المتعودين عليه، مغارة مع طبيعة مع أشياء غريبة عجيبة. واو، وراي ياسمين وين ياسمين؟ أهلين ياسمين وراي. ونحن اليوم بمعبد اسمه معبد النمور، أو له اسم بالتايلندي لحطه هون. في بهذا المكان عدة أماكن الواحد ممكن يشوفها، ولكن واحد من الأماكن المميزة هو معبد صاير فوق الجبل. فيه تمثال بودا كبير لونه جولدن أو لونه ذهبي. بس لحتى نوصل لهنيك نحن مضطرين نطلع 1260 درجة، فما أعرف كيف الموضوع رح يكون. متعب، ولا مرة طلعت هذا العدد من الدرجات. 1260 درجة. Are you ready for that? Yeah, so ready. وعنا هذا الطريق. But from here we can't see how steep it is. It's very steep. So like we don't see the whole way. Yeah. رح نبلش نطلع من هون، وبلش شايفين درجات كتير صعبين، مو سهلين. Big workout today again. Yeah. خلينا نبلش الطلعة ومنشوفكم فوق. والله كتير غميئة لدرجة صايرة تقريبا 90 درجة لشوي، ولا 70 درجة. وصلنا للقمة. هلكت. بس اللي أنا فخور فيها جدا، I'm so proud of my wife with a baby. She managed to do it. I'm shocked. بودا الذهبي مطل على مكان مش طبيعي. قديش جميل، ما شفت اجمل من هيك لحد الان بحياتي. يعني جبال بتحس انه انت بكوكب اخر. Yeah.
أخذنا الموتور بايك بعد الهايكينج الطويل. قررنا نروح على كرابي نايت ماركت أو سوق الكرابي الليلي. هلأ هنن عم يفتحوا الأكشاك، ما فتح الماركت مزبوط، فعم يجهزوا الأكل. معظم الماركت عبارة عن طعام تايلندي مختلف متنوع. احنا زرنا الماركت السابق في بوكيت، وحالياً هلأ عم نزور هذا الماركت اللي موجود بمنطقة كرابي. Interested in yours. Just 30 baht. Yeah, very cheap. This one. Cake? This one. Same one. Okay. بشكل عام تعد مدينة كرابي وجهة رائعة بتوفر مزيج بين الجمال الطبيعي والتراث الثقافي وفرصة لمغامرة جديدة لكثير من الرحالة والمسافرين.